معانا هنا في قناة النادي الأهلي عندنا يعني تقرير عن وفاة المهندس العظيم حسين صبور. رحل عن عالمنا اليوم المهندس حسين صبور عن عمر يناهز 85 عاما. ولد حسين فايق صبور عام 1936 وتخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1957، وحصل بعد تخرجه على دبلوم تخطيط الطرق عام 1958 ودبلوم التنمية الأساسية عام 1962. شغل صبور منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية ومكتب المهندس الاستشاري حسين صبور، كما تولى منصب مجلس إدارة مجموعة من الشركات في المجال الهندسي، كما شغل الفقيد العديد من المناصب منها عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية وعضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير وعضو مجلس إدارة مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث في العلوم الهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، كما شغل صبور منصب رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي ورئيس بنك المهندس لمدة تزيد على 5 سنوات ورئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية لمدة 6 سنوات وعضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب. كانت حياة الراحل حسين صبور مليئة بالكثير من المحطات، فقد أشرف على بناء مدن العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، والسادات، والساحل الشمالي، وأشرف على أعمال كبرى المشروعات مثل مترو الأنفاق. يكمن سر نجاح صبور في العمل بجدية منذ بدأ مشواره وحتى رحيله اليوم، وإنجازه الحقيقي هو بناء جمهورية من المهندسين والأطقم المعاونة على درجة عالية من الكفاءة، وهم الكنز الحقيقي وراء ما حققه من إنجازات. وببالغ الحزن والأسى تنعى قناة النادي الأهلي الفقيد الراحل المهندس حسين صبور سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.